خطة الطوارئ العليا وقات الأجهزة الأمنية. رفع دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية يوم أمس توصية بتجديد حالة الطوارئ بما يساعد في الحفاظ على السلامة التدابير الوقائية لعدم تفشي الفيروس في فلسطين. ونعلمكم أن الموضوع الآن أمام فخامة السيد الرئيس، حيث يقوم سيادته بدراسته مع الطاقم القانوني، وننتظر قرار سيادته بهذا الخصوص، وسوف نعلمكم بالقرار حين صدوره. الآن أحيل الكلمة لمعالي الدكتورة مي الكيلي كي تطلعنا على آخر تطورات بخصوص فيروس كورونا، فتتفضل. شكرا. مساء الخير جميعا. اليوم كان يوم بالنسبة لنا يوم عظيم، لأن عدد التشافي كان جيد، لكن خلوني أمشي بالتسلسل اللي عودتكم عليه، بس لأني فرحة جدا مش قادرة أحبس يعني فرحتي. أولا، تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداها في السموع بمحافظة الخليل لشاب يعمل في مسلخ داخل الخط الأخضر، وهذا كان نتيجة الدراسة المسحية، يعني اكتشفناه من خلال الدراسة المسحية اللي أنا وعدتكم إن نطلعكم على نتائجها. والحالة الثانية في مدينة القدس. مجموع الإصابات في فلسطين يرتفع بذلك إلى 524 حالة. الحالة الصحية لجميع المرضى مستقرة، ولا يوجد أي حالة داخل العناية المكثفة. تم تسجيل 25 حالة تعافي لمصابين بفيروس كورونا كانوا داخل مراكز العزل والعلاج التابع لوزارة الصحة، وكانت هناك 15 حالة تعافت من مستشفى هوغو شافيس بترمس عيا ومن فندق الكرمل برام الله. 7 حالات تعافوا من بيت اللقاء في بيت لحم، و3 حالات تعافوا من مركز الهلال الأحمر في حلحول. فألف الحمد لله على سلامتهم، وإحنا فرحين لهم جدا. وهدول يعني يعتبروا من الحالات اللي إلها جزء منهم إلها فترة طويلة في مركز العزل أو العلاج. إضافة إلى أن هناك 12 حالة تعافي داخل مدينة القدس، هدو أبلغونا عنها، لكن إحنا بتعرفوا إنه مش عم نتابع يعني عن كثب زي الحالات الموجودة عندنا. فالحمد لله على سلامة المتعافين، أمرنا الشفاء العاجل لبقية أخواتنا وإخوتنا المصابين. ونود الإشارة إلى أنه يجب على المتعافين الذين سيغادرون مراكز العزل والعلاج التقيد بتعليمات السلامة والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرتهم، يعني من تاريخ اليوم بدهم يضلوا 14 يوم بالحجر المنزلي. وخليني يعني أحكي لكم أكثر، لأنه فعلا إحنا بحاجة لهدول 14 يوم إلهم عشان يرتاحوا ويرجعوا لحياتهم الطبيعية، وكمان لذويهم وللمجتمع عشان يكونوا يعني مطمئنين إنه حالتهم مستقرة ومتعافية تماما. عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة يبلغ 389 حالة. في المحافظات الجنوب الشمالية هناك 384 حالة، بينها 219 حالة من محافظة القدس، أي بواقع 67% من الحالات في المحافظات الشمالية هي تابعة لحالات في محافظة القدس، ويوجد 165 في باقي المحافظات الشمالية أي بواقع 32%. محافظات الجنوبية قطاع غزة هناك 5 حالات أي بواقع 1% من مجمل الحالات. لا تزال نسبة الإصابة بصفوف العمال ومخالطهم تشكل 75% من الحالات. أما بخصوص الحجر المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة، فهناك اليوم 1136 حالة جديدة. الحالات الموجودة الآن في الحجر 15179، هدول الحالات الجدد معهم يعني معهم الحالات التي وصلت من عمان، عشان هيك ارتفع العدد. الحالات التي أنهت الحجر هي عبارة حوالي 40,000 حالة. وقد عاد اليوم أيضا فوج آخر من مواطنين الأعزاء عبر معبر الكرامة، كانوا 360 مواطنا قادمين من الأردن وقد تم أخذ العينات اللازمة لهم وهي قيد الفحص.
نود الإشارة بأن الإصابة بفيروس كورونا هي ليست اختيارية، وإنما الواحد بيكون ماشي وبنعدي، فبالتالي ما حد اختار إنه يكون هو مصاب بالكورونا، إن شاء الله الله يبعدها عن كل أهلنا. لكن إحنا وردتنا يعني شكاوي من الذين تعافوا من الكورونا وخرجوا، إنه هناك في تنمر مجتمعي عليهم، وفي هناك استيغما يعني زي ما بعنونوهم إنهم كورونا، وهذا لا يعقل، لأنه أي واحد منا معرض يكون كورونا. أولاً الكورونا مش عيب، زيها زي الإنفلونزا، هذا أول إشي. ثاني إشي اللي إحنا بنحجره، يعني مشكور إنه إحنا بنحجره، لأنه بدناش حدا من المجتمع يصير عنده عدوى لمرض لسه ما بنعرف عنه الكثير. فأولاً الحجر يعني أولاً عشانه، ثانياً عشاننا، فبالتالي نحن يجب أن نحترمهم. وعندما نقول متعافين اليوم 25 بدهم يطلعوا، إحنا ما بنطلعهم وعندهم 1% نسبة عدوى، نطلعهم متعافين تماماً إنهم يعدوا أي حدا، يعني متعافين تماماً، وبالتالي مش لازم نخاف منهم، لكن علينا أن نحجرهم 14 يوم. هذا الحجر مهم إلهم عشان يرتاحوا، لأنه الواحد لما بكون في مشفى مثلا، أنا بدي أحكي عن الشباب الموجودين كانوا في بيت اللقاء، وهم مشكورين لأنه فعلا هم من أوائل الناس، من أوائل، في منهم من أوائل الإصابات، وظلوا موجودين هناك لأنه كانت الفحوصات يعني تطلع وتنزل، وبالتالي كان علينا أنه إحنا نضلنا متابعين معهم وصبروا معنا، فأنا بشكرهم. بدي أقول للمجتمع اللي هم عايشين فيه إنه هم معافين تماماً، بس إحنا بدنا نحجرهم، لأنه بعد 60 يوم تقريباً أو 50 يوم إنهم يطلعوا عبيوتهم، بدهم راحة، بدهم يناموا في تختهم، يأكلوا أكل أهليهم، فبدهم راحة أكيد يعني. وكمان إحنا بدناش كمان المجتمع يتنمر على أي منهم، فبتمنى على مجتمعنا الكريم المجتمع الفلسطيني الذي يعرف عنه التضامن في كل المحن، أن يكون متضامن مع هؤلاء، أن يتعامل معهم عادي كما لو كان أي حدا يعني، ما بس التباعد الاجتماعي ما هو مفروض على الكل. فبالتالي لا للتنمر على أحبتنا الذين تعافوا، ألف الحمد لله على سلامتهم، وباسمهم يعني باسمكم جميعا نقولهم أنتم متعافيين، ارتاحوا وتلذذوا مع العائلة الآن، وإن شاء الله راح تشافوا خلال الأسبوع أكثر متعافين نتيجة صبر المرضى من ناحية وصبرنا إحنا، ونتيجة الإجراءات العلمية والأبحاث العلمية التي أوصلتنا إلى هذه النتائج. شكرا لكم. شكرا معالي الدكتورة، الحقيقة يعني إيجاز مهم، والتنمر طبعا مرفوض بكل حالاته وتحت طائلة المسؤولية والقانون أيضا، لأنه أي حد بتعرض للتنمر إذا تقدم بقضية على من تنمر عليه فهو تحت طائلة المسؤولية والقانون، وهذا منأكد عليه من هذا المنبر، لأنه هذا منبر قانوني ومنبر رسمي، منحب نأكد أنه لا للتنمر في فلسطين في أي شكل من أشكاله. شكرا جزيلا معالي الدكتورة. بدنا 3 أسئلة سريعا. نعم، نحن نقول أننا وزارة الصحة أوصت على التجديد أو التمديد، والتجديد لازم يكون لأنه من ناحية قانونية لحالة الطوارئ. أحكي لكم ليش لا يزال هناك في بعض الحالات، لأننا بالمسح الصحي يعني فرجة إنه في حالات مثل حالة السموعة، هي طلعت تجديد من المسح الصحي، وهي بنشوف المخالطين أولا. ثانيا موضوع العمال جديد رتبناه مع الإسرائيليين حتى إنه فعلا نستطيع تنظيم دخولهم وخروجهم، وهذا موضوع مهم جدا. ثالثا إنه في عنا قضايا مثل الجامعات والمدارس وغيرها اللي هي إحنا أوصينا بإغلاقها إلى يعني إلى إشعار آخر، لأنها عبين من يعني يكون في هناك حالة مستتبة وثابتة في فلسطين. في هذا أولا. ثانيا نحن فعلا أوصينا إلى التمديد، لأننا نعتقد نحن بحاجة إلى هذا حتى أننا نستطيع أن نستمر آخر ربع ساعة في السيطرة على هذا الفيروس، وأعتقد هذا شيء جيد. هلا بالنسبة للناس اللي تساءلوا واللي تضمروا على حالة التمديد، أنا بدي أحكي لهم، بدي أقول لهم إنه إحنا مش راح يكون متشدد هذا التجديد زي أول ما بلشت الكورونا. أنتوا بتعرف إنه في قطاعات مفتوحة وراح يزيد هناك القطاعات. اليوم في اجتماع مجلس الوزراء تم مناقشة ذلك بكل التفاصيل.
راح تزيد القطاعات اللي راح تفتح، راح يعلنها دولة رئيس الوزراء، لكن راح يكون هناك تشدد وراح يكون هناك عقوبات مالية على اللي بخالف الوقاية، الإجراءات الوقائية والصحية اللي هي احنا اعلنا عنها. فراح يكون هناك يعني رقابة ايضا، يعني اليوم وضعنا آلية للرقابة من قبل السادة المحافظين مع مدراء المديريات في كل محافظة، حتى يحطوا آلية للمراقبة على المتاجر وعلى السوبر ماركت، لأنه لازم يكون هناك تباعد اجتماعي، استعمال كافة الوسائل المعقمة لازم نعملها. إذا ما عملناها بنعملها تجربة، إذا ما عملناها معناها رح ندخل في مطب آخر. إحنا كل هذا حرصا منا على أنه نبقى في السلام ونبقى في السليم من أجل أهلنا ومن أجل صحة المجتمع الفلسطيني. شكرا. الواقع أنه الأجهزة الأمنية هي أجهزة إنفاذ قانون، ولما بتكون الأجهزة الأمنية نازلة على أي مهمة هي بتكون نازلة تنفذ قانون. الواضح أنه بما أنه الأجهزة الأمنية كانت بتنفذ في مهمة قانونية ضمن إطار القانون في وضع إعلان طوارئ موجود في فلسطين، إذن هذا الموضوع طبعا متروك الآن للجنة التحقيق حول الرواية كاملة، لأنه كل واحد بأخذ رواية حد، والسوشيال ميديا بتفتح الباب على أكثر من رواية. نحن نقول دائما نحن مع الرواية الكاملة، لأنه إحنا القاعدة عنا أن نصف الحقيقة أشد خطرا من الجهل، بس تكون الحقيقة جاهزة نعلمكم فيها، لأنه أنت بتقول الشرطة وأصحاب البسطات، وأنا بقول لك لا، أصحاب البسطات والشرطة يمكن، فبديش لا أنا روايتي تأخذها أنت ولا أنا أخذ روايتك، أنا بدي الرواية اللي بيجيبوها الشهود واللي بيجيبها الكاميرات واللي بيجيبها ما سجلوا كل الناس. الرواية الحقيقية راح نصدرها زي ما تعودتوا من هذا المنبر، كل شيء على أرض الواقع إحنا بنعلمكم فيه أول بأول، وما عندناش أي يعني لا إخفاء لا معلومات ولا أي يعني مواربة لأي معلومة. الواقع إن إحنا مش أمام تمديد، أنا قلت تجديد، يعني تجديد الحالة بمعنى أنه إحنا خلال 24 ساعة الحالية، فخامة السيد الرئيس والطاقم القانوني المستشارين القانونيين لديه يدرسون مسألة التجديد. طبعا إحنا أخذنا كل ما قيل وكل ما صدر في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا ما وصلنا من خلال عديد خبراء القانونيين، هذا كله موضوع على طاولة فخامة السيد الرئيس والمستشارين لديه، وإحنا بننتظر في القرار الليلة. الليلة راح يكون عندنا قرار. إحنا ما بنحكي تمديد، التمديد مش قانوني، بس التجديد قانوني بدخل. التمديد أوكي، التمديد لما بتقول أنت بتمدد بمباشرة بتمدد، يعني زي كيف التمديد الثاني اللي صار لما طلع دولة رئيس الوزراء وقال مباشرة أنه قررنا تمديد حالة الطوارئ. ولكن التجديد بمعنى أنه إحنا خلال 24 ساعة الحالية ما عندناش قدرة، طبعا في القانون مزبوط بيحكوا ما في في القانون أنه إحنا نمدد ثلاث مرات، يعني نمدد مرتين، يعني نعلم مرة ونمدد مرتين، فيش في القانون هذا الشيء. في قدرة على التجديد خلال 24 ساعة، بصدر قرار من فخامة السيد الرئيس ونحن ننتظره بخصوص التجديد. فهذا هو الفرق، مش تمديد هو تجديد. شكرا. اللي اليوم أطلعناهم معافين والحمد لله على سلامتهم، أجوا نتيجة هذا البروتوكول اللي اجتمعنا عليه وزارة الصحة الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية، لجنة البروتوكول العلاجي، اللجنة الوبائية، ولجنة السياسات للكورونا. كل هدول مجتمعين وفي اجتماعات منفصلة واجتماع عام، بمراجعتنا لكل الأبحاث التي صدرت خلال 10 أيام الأخيرة حول كيف من سيخرج وكيف سيخرج وما هي المعايير لمريض كوفيد-19، فتم تبنيتها، وعلى هذا الأساس تم مراجعة هذا البروتوكول، واللي خرجوا اليوم خرجوا بناء على هذا البروتوكول الجديد. يعني بالنسبة للسؤال الأول، فعلا كان هناك اجتماع ثنائي بين معالي وزير العمل والطرف الآخر، نظيره في الطرف الآخر، يعني النظير اللي بيعمل على هذا الملف، وتم الاتفاق على تنظيم دخول العمال، وكان هناك تنظيم فعلا لدخولهم كما تفضلت. أما بالنسبة إلى عودتهم أيضا راح يكون هناك تنظيم لعودتهم، وبالتنسيق مع وزارة الصحة عشان نكون ننتظرهم لعمل الفحوصات لهم اللازمة. فإحنا يعني بدينا نطمئن لما قضية العمال أصبحت منتظمة، والحمد لله هلأ يعني في الروحة هي منتظمة، إن شاء الله بالرجعة بتكون منتظمة. أما بالنسبة إلى المساعدات التركية، فقد وصلت بالأمس مطار اللد،
وغدا سنستقبلها في وزارة الصحة. وأيضا وصلت المساعدة السعودية إلى مطار الأردن، وبالأمس استقبلها سعادة السفير سفير فلسطين بالأردن، وأيضا معالي الدكتور رمزي خوري، وسنستقبلها خلال الأيام القادمة لدخولها إلى فلسطين. نحن ومن عن هذه المنصة نشكر كل من يتبرع إلى فلسطين في سواء كان بجائحة الكورونا أو بغير جائحة الكورونا. نحن لا نزال نرزح تحت الاحتلال، ونحن بحاجة إلى مساعدة لتطوير القطاع الصحي الفلسطيني. شكرا، يعطيكم العافية.